أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. يقول: ما المقصود بالزكاة في هذه الآية مع أن السورة مكية وفرض الزكاة كان في المدينة؟ فما هو القول الصحيح في تفسير الزكاة في هذه الآية؟ الراجح والله أعلم أن المراد بالزكاة زكاة الأنفس بتقوى الله. تقوى الله الزكاة هي الطهارة، هي الطهارة، فتكون الزكاة للنفس، وذلك بتقوى الله. قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه بطاعة الله، طهرها من الذنوب والمعاصي. وتكون الزكاة للبدن كما في صدقة الفطر، وتكون الزكاة للمال. فالمراد بالزكاة في هذه الآية والله أعلم زكاة النفس، وذلك بتطهيرها من الذنوب والمعاصي. نعم.